مقاطع ترويجية جديدة لجيش الاحتلال تزعم اكتشاف منشأة استخبارية هامة لحماس تحت مقر الأونروا في غزة. أول المروجين كان المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي الذي نشر هذا الفيديو في 10 فبراير الحالي. في تفاصيل هذه المشاهد دققت وحدة التحقق من خلال المصادر المفتوحة في التلفزيون العربي وكشفت دلائل زيف الرواية. قبل البحث في التفاصيل بدأنا بالتحقق من مكان الفيديو. بحثنا أولاً عن الموقع الرسمي لمقر رئاسة الأونروا الذي تبين أنه يقع في مدينة غزة بجانب شارع جمال عبد الناصر. وبمقارنة المعالم الظاهرة في الفيديو مع الخرائط تمكننا من تمييز المبنى وتحديد موقعه عند هذه الإحداثيات. نلاحظ أول علامات ضعف رواية الاحتلال عند الدقيقة الأولى و4 ثوان من الفيديو، حيث ينقطع التسجيل عند دخول الجندي نفقاً مزعوماً، وتظهر بعدها الغرفة التي ادعى جيش الاحتلال أنها مكان سري يقع تحت مقر الأونروا. في هذه الغرفة وردت عدة أدلة مهمة، كذكر أن البنى التحتية لغرفة الخوادم مرتبطة بمبنى المقر الرئيسي التابع للأونروا. هذا الكلام كرره أيضاً الصحفي أرييل كاهانا الذي يعمل في صحيفة إسرائيل توداي خلال تغطيته للقصة، حيث ذكر أن الكابلات التي تربط غرفة اتصالات الأونروا في الطابق الأول من المبنى بغرفة الخوادم المزعومة موجودة تحتها بالضبط، وبالتالي فإن الغرفة مرتبطة مع مبنى الأونروا وليست معزولة. من هنا انطلق بحثنا الذي رصد عدة مؤشرات تؤكد تبعية الغرفة للمنظمة لا لأحد غيرها. في المقطع المنتشر تظهر مجموعة من البطاريات الكبيرة المرتبطة ببعضها وفوقها صندوق أخضر اللون. بالبحث عنها نجد أنها عبارة عن تجهيزات كهربائية تستخدم لتحويل التيار المستمر القادم من البطاريات إلى تيار متناوب مناسب لعمل غالبية الأجهزة الكهربائية، وهو ما يعرف بالمحول أو الإنفيرتر الذي يستخدم في المباني الكبيرة التي تستخدم الطاقة الشمسية. بالرجوع إلى موقع الشركة نوفيرجي سولار المصنعة لهذه التجهيزات، نلاحظ مخططاً تضمن هذا المحول بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى في النظام الكهربائي التي تظهر بشكل واضح في المشاهد التي يروج لها الاحتلال. وبعد الاطلاع على الخرائط نلاحظ ظهور الألواح الشمسية بشكل واضح على كافة مباني الأونروا، وبالتالي فإن هذه التجهيزات التي سوق لها الاحتلال على أنها أدلة هي تجهيزات كهربائية لتغذية مقر الأونروا بالطاقة الكهربائية. بالبحث في المشاهد اللاحقة نلاحظ مجموعة من التجهيزات الإلكترونية وبجانبها صناديق بيضاء تشبه المكيفات المنزلية. وبالعودة إلى شهادة صحفي إسرائيل توداي نجد في تصريحه تأكيداً على وجود نظام خوادم بواسطة مكيفات الهواء البيضاء، وأعلاه توجد منشأة طاقة متصلة فوق الأرض، ما يعني أن هذه الصناديق البيضاء هي مكيفات لتبريد الغرفة. وما يؤكد هذه النتيجة وجود الأنابيب الخارجة من الغرفة نحو الخارج، وهي أنابيب تهوية للمكيفات، ما يعني أنها متصلة مع مضخة خارجية تؤمن التبديل الهوائي مع المكيف الداخلي. وقد ظهرت هذه المضخات أيضاً في مقطع آخر نشره صحفي تابع للقناة 13. في المعطيات التي رصدناها لم يتمكن جيش الاحتلال من إيجاد دليل واحد يثبت وجود مقر استخباري لحركة حماس، فكل ما رصده هي معالم ظاهرة لغرف ومعدات تابعة للمنظمة الأممية وجودها مبرر تماماً. فعدد العاملين في المقر الرئيسي للأونروا في غزة يزيد عن 10,000 موظف، وبالتالي هم بحاجة إلى خوادم مخصصة فقط لإدارة ملفاتهم ومعلوماتهم وأعمالهم. كما وجدنا إعلانات توظيفية تطلب من خلالها الوكالة موظفين وخبراء لهذه التجهيزات. ومن جانبه أوضح المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في منشور على حسابه بمنصة إكس عدة حقائق حول المقر الرئيسي للمنظمة في غزة، داعياً إلى تحقيق مستقل حول المزاعم التي سردها الاحتلال. وبالتالي نجد أن جيش الاحتلال يخرج برواية جديدة لا دليل عليها، والهدف هذه المرة هو الأونروا.